أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء. دعونا في البداية نرحب بالأخ الزميل الأستاذ أيمن صبري، أستاذ المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك يا مستر أيمن. أستاذ باسم، أهلا بك كل أعزائنا الطلبة، وإن شاء الله تكون حالك موفقة. والنهاردة عندنا موضوع من موضوعات علم النفس اللي هام جدا، هو دراسة الشخصية، أهم موضوعات في علم النفس، وإن كان كل موضوعات مهمة ولكن الشخصية تعتبر الأهم الأكبر لعلم النفس. أعزائي الطلاب، موضوع الشخصية هام في حياتنا العلمية وحياتنا العملية. كثيرا نتقابل مع شخصيات عديدة في المجتمع، ولكن من يدرس علم النفس عليه أن يميز بين هذه الشخصيات بعضها والبعض الآخر. من يدرس علم النفس لابد أن يتعرف على المفهوم العلمي للشخصية. من يدرس علم النفس يتميز عن الآخرين في فهم شخصيات الآخرين. أعزائي الطلاب، نكمل ونتابع نظريات الشخصية. مستر أيمن، لو أردنا أن نتحدث عن مقدمة لهذه النظريات، قد تحدث الزملاء في الحلقات السابقة عن نظرية التحليل النفسي ونظرية الأنماط. ماذا نقول لأبنائنا الطلاب، وماذا نلفت نظر أبنائنا الطلاب حول هذا الموضوع؟ استاذ اتفضل. باسم، طبعا هنا بنقول لعلماء النفس لما تناولوا موضوع الشخصية تناولوها من زوايا أو جوانب معينة. يعني في بعضهم تناولها من الجانب الجسمي زي نظرية هيبوكرات كده القديمة، هناك من تناولها من الجانب التحليلي النفسي زي سيجموند فرويد، هناك من تناولها بجانب آخر هناخده إن شاء الله النهاردة من الجانب الظاهري أو الخارجي، هناك من تناولها من الجانب الاجتماعي. يبقى الشخصية لها جوانب متعددة، لذلك بنقول إنها تركيب تفاعلي، بمعنى الشخصية إنها من الصعوبة إن نجد بس حاجة واحدة بس بتأثر فيها، لكن هناك عدة أشياء. ولذلك من الخطأ أن أحكم على الشخصية من الجانب الجسمي فقط. بالظبط. ايضا من الخطأ ان احكم على الشخصية من الجانب الاجتماعي فقط او الجانب الانفعالي فقط. فالشخصية كل اكبر من مجموع اجزاء، بالظبط، كل تركيب. جانب جسمي وجانب عقلي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي، كل مركب من هذه الجوانب، وبالتالي يعطي لنا ناتج الشخصية بتاع كل انسان ايه مننا. طيب نخرج اعزائي الطلاب، نخرج فاصل ونعود بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي الطلاب، عدنا اليكم بعد الفاصل. مستر ايمن، علينا أن نتساءل معا في نظريات الشخصية. بعد أن تم شرح نظرية الأنماط الجسمية عند أبقراط، ثم نظرية التحليل النفسي لفرويد، علينا أن نتساءل معا ما وجهة النظر للنظرية السلوكية حول هذا التفسير؟ وهل النظرية السلوكية ركزت على عادات المكتسبة؟ وهل واتسون بالفعل صاحب هذه النظرية رفض العوامل الوراثية وتأثيرها في شخصية الفرد؟ وماذا كان رأي من جاء بعد واتسون؟ اتفضل حضرتك. تمام. استاذ باسم، نخلي بالنا من جزئيه مهمه قوي. بنقول ان علماء النفس اللي مدرسه الشخصيه او تناولوها قلنا من جوانب متعدده، ودي يمكن شرحناها قبل الفصل. هنا بنتكلم بقى عن وجهه نظر ثانيه او نظريه ثانيه في دراسه الشخصيه، وهي النظريه السلوكيه. من اسمها كده بدرس ايه؟ السلوك الظاهر. يعني الحاجه اللي واضحه قدامي، ماليش دعوه ماذا يحدث في عقل الانسان، ولا دعوه بالوراثه والجوانب الاخرى. يبقى هنا النظريه السلوكيه مركزتش زي ما سيجموند فرويد كده ركز على الجانب الداخلي او الدراسه الشعوريه للانسان، لا، هنا بيقول ان هناك عادات مكتسبه من المجتمع هي اللي بتاثر في الشخصيه او بتكون الشخصيه. نقدر نقول النظريه السلوكيه بتركز اكتر ما بتركز على الجانب الظاهري او الخارجي. بمعنى ايه؟ هناك عادات الانسان بيتعلمها بتشكل شخصيته. طب اتعلمها منين؟ اتعلمها من المجتمع. يبقى النظرية دي رفضت تماما أن يكون للوراثة أي تأثير في تكوين الشخصية. وأيضا هل هناك أشياء بتحدث داخل العقل تؤثر في الشخصية؟ برضو النظرية دي رفضت هذا الجانب. رفضت الشخصية السلوكية حاجتين، رفضت الوراثة كتأثيرها في السلوك، والحاجة التانية برضو رفضت تأثير الجوانب العقلية الداخلية على السلوك. ولذلك بنقول هي دراسة موضوعية خارجية سلوكية ظاهرية للسلوك الإنسان. ولكن مستر أيمن، لاحظنا أن من جاء بعد واتسون ركز على دراسة الأعداد المكتسبة التي يمكن اكتسابها من خلال قوانين التعلم، ورأى أن السلوك الظاهر هو الذي يركز عليه أنه يمكن قياسه ويمكن ملاحظته، ولكن هناك ورفض فعلا العوامل الوراثية كمؤثر في الشخصية. تمام. ولكن جاء بعده سكينر ودولارد ومين، رأوا أن العوامل الوراثية ودوافع الفرد أيضا تكمن وراء شخصيته.
يبقى إذن هناك من جاء بعد واتسون في هذه النظرية وأدخل عليها، أو رأى أن هناك دور هام جدا في الشخصية وهو العوامل الوراثية ودوافع الفرد للسلوك. تمام، بس عايزك عايز تقول إن دول برضو يعتبروا تبع المدرسة السلوكية، ولكن كملوا أو أضافوا ليها أو اهتموا أيضا بالوراثة وناتج التعلم ما دخل عقل. تمام تمام. مستر أيمن، أعزائي الطلاب، هناك نظرية سميت بالنظرية الإنسانية. طبعا النظرية الإنسانية لها تعتبر القوة الثالثة بعد نظرية التحليل النفسي وبعد النظرية السلوكية. النظرية الإنسانية جميلة جدا مستر أيمن، ركزت على أن الإنسان خير بالطبع، يعني ركزت على الإنسان بطبعته خير، أي بيبحث عن الخير، كأنه بيولد مزود بالخير. ولكن علينا أن نتساءل معا، هل بالفعل الإنسان كما ترى هذه النظرية خير بالطبع؟ طيب ومن تحدث عن هذه الأشياء ورأى أن هناك جوانب يجب من خلالها تحقيق الذات، ويجب أيضا من خلالها الإبداع، ويجب من خلالها التساؤل عن أهداف الحياة اللي هو سكينر اللي هو ماسلو. طب علينا أن نتساءل معا، هل بالفعل تحقيق الذات والإبداع وأيضا التساؤل عن أهدافي في الحياة وجودة هذه الأهداف تدل على أن الإنسان خير بالطبع؟ تفضل. طبعا، بس هنا بنقول أن الطبيعة الخير الإنسان، الإنسان بالفعل من جواه خير، بس طبعا ممكن الطالب يقول يا أستاذ بس احنا بنشوف هناك بعض الشرور من بعض الأفراد. يقول ماشي، بس الإنسان حتى اللي بيفعل الشر ده هو برضو جواه عارف الخير، يعني عارف يعمله دوت شر أو بيعمله ده خطأ، لكن هو جواه الشيء الحسن. يبقى النظرية دي ركزت على إيه؟ إن الإنسان من جواه الطابع الخير. لكن بتقول بقى النظرية إيه؟ إن الطابع الخير ده زي ما كده أبراهام ماسلو قال إن هنا هناك تحقيق الشخصية أو تحقيق الذات بيتحكم في الشخصية. هناك من يحقق ذاته بشكل إيجابي وهناك من يحققها بشكل سلبي، لكن هو عارف إن بيعمله ده خطأ. يبقى هناك طبيعة إنسانية بتقول إن أنا عايز أحقق ذاتي أو أن أنا قدامي أهداف في الحياة. إيه الأهداف دي؟ بتمثل بقى شيء كبير جدا في تشكيل أو تحديد شخصية الإنسان. طب أنا عايز أربط النظرية بالواقع اللي إحنا بنعيشه الجميل. تمام. واللي هو قدوة لأبنائنا الطلاب في هذا السن، والعالم كله بيتكلم عنه، ومصر كلها بتتكلم عنه، والشباب بيتكلم عنه، الكابتن محمد صلاح. فهو بالفعل تنطبق عليه هذه الصفات، فإن الإنسان خير بالطبع، إنسان متدين، إنسان محترم. طيب لدي تحقيق الذات أثبت وجوده بين العمالقة، تحقيق الذات من حق إن أنا أحقق ذاتي أثبت وجودي. أيضا لديه إبداع كروي، لديه إبداع، تساءل عن أهدافه في الحياة وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف، وبفضل الله بالفعل توصل إلى تحقيق أهدافه وجودة هذه هذه الأهداف، وهو خير بالطبع أول من تبرع لمصرنا الحبيبة. ويريد كل لاعب وكل إنسان ربنا مديله أيضا ياخده قدوة له في الحياة. يبقى بالفعل الإنسان خير بالطبع، ولكن عليك أن تحقق ذاتك، من حقك، من حقك الإبداع، من حقك، من حقك تتساءل عن هدفك في الحياة وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف وما جودة هذا الهدف وما وجود الشخصي وما وجود الاجتماعي بين الآخرين. تمام. يعني أنا من بالنسبة لمن حولي؟ من حقي كلاعب أثبت وجودي. طيب وأيضا وجود الاجتماعي مع مراعاة الآخرين، لابد أن أكون هناك حب بيني وبين الآخرين وفي توافق اجتماعي بيني وبين الآخرين، ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهذه النظرية بالفعل تتفق مع الدين، لأن الإنسان يولد خير بالطبع، وهي ركزت بالفعل على الطبيعة الإنسانية بأنها خيرة بالطبع. أستاذ باسم، برضو هنا ما ننساش أن التنافس المفترض يكون موجود في المجتمع بين الأفراد في المجتمع، والتنافس لا يلغي ان الانسان يكون غيري، يعني بيحب برضه غيره. بعض الناس يقول لك الانسان اناني، انا عايز لنفسي اكون احسن من الناس. ايه المشكله اكون احسن واحد في الدنيا؟ استاذ باسم عنده برضه نفس الموهبه دي عند كل انسان. لو بينا التنافس وليس الصراع، التنافس ده يؤدي الى الابداع. انا عايز اكون افضل انسان، افضل مدرس في العالم، اللي يمنع هكذا استاذ باسم؟ كل لو كل مدرس عمل كده في الاخر مين اللي هيستفيد؟ الطالب. وبعد ذلك الطالب اللي يطلع لي بقى دكتور ومهندس وظابط واوا هيفيد المجتمع. تمام. يبقى التنافس ده شيء مطلوب بالفعل. يبقى الانسان من طبعه جوه خير، لكن احيانا ممكن بعض الظروف تؤدي الى عكس ذلك، لكن هو عارف ان بيعمله ده خطا، لازم يرجع مره تانية للصواب
او للفعل الخير اللي هو نشأ عليه اساسا. وبالفعل الانسان بطبيعته خير، ولكن علينا ان نتساءل معا، ما هي النماذج التي يمكن ان نقدمها لابنائنا الطلاب عن الشخصيات المختلفه؟ نبدا بالنموذج الاول الا وهو الشخصيه الطبيعيه. رغم اختلاف العلماء حول المحك الطبيعي لوصف من هو يتصف بالشخصية الطبيعية، إلا أنهما اتفقوا حول الشخص الطبيعي. ماذا قال العلماء لأبنائنا الطلاب عن الشخصية الطبيعية؟ اتفضل حضرتك. أستاذ باسم، طبعا بنقول هنا أنواع الشخصية المقررة علينا في المنهج بتاعنا أو النماذج دي، هناك أنواع كثيرة جدا. هنتأولها بالشرح. طبعا. لا غير كمان اللي عندي في المنهج، اللي عندي أنواع كثيرة ممكن الطالب يقول يا أستاذ أنا قريت عن بعض الأنواع في الكتب الخارجية أكتر من دي، أقول له بالفعل الدراسات بتقول ان انواع شخصيه كثيره جدا. ايه المقرر علينا بس بعض انواع، حتى مكتوب ايه في العنوان؟ نماذج. يعني دي نماذج من انواع الشخصيات. الشخصيه الطبيعيه دي اولى نماذج الشخصيه اللي عندنا، بنسميها احيانا الشخصيه العاديه. هناك بعض الناس تناولوها من كذا تعريف. اول تعريف بيقول ايه؟ ان الشخص الذي تظهر خصائص شخصيته بصوره متكامله وايضا بشكل متوازن نحو تحقيق هدف حياتي معين، ده الشخصية الطبيعية. ده ناس شافوه كده. ان الشخص هنا عنده توازن في الشخصية، عنده ايضا اهداف بيحاول يحققها، الهدف ده هو هدف حياتي. لكن هناك بعض الاشخاص لما اجي اسألهم ايه هدفك يقول لي هدف الحياة ماليش هدف، انا عايش وخلاص. فهناك انواع كده. هل دي شخصية عادية؟ لا. الشخصية العادية هي ايه؟ او الشخصية المفترض الطبيعية ليها هدف في الحياة، وهناك تكامل متوازن في تحقيق تلك الاهداف. يبقى حضرتك عايزين نقول لابنائنا الطلاب ان الشخصيه العاديه او الطبيعيه هو شخص لديه خصائص، فيجب ان تتكامل هذه الخصائص بالظبط كده وتتوازن فيما بينها حتى نصل الى هدف معين من اهداف الحياه، وده الانسان الطبيعي. طب ولكن اعزائي الطلاب، هناك من قال ايضا عن الشخصيه الطبيعيه بانه الشخص الذي يتمتع بالصحه النفسيه والعقليه. من صحيح نفسيا ويتمتع بالصحة العقلية فهو أيضا الإنسان السوي أو الإنسان العادي أو الإنسان الطبيعي. وهناك من قال أن الشخصية الطبيعية هو الشخص الذي يخلو من الاضطرابات النفسية والعقلية. علينا أن نتساءل معا، هذا المفهوم يقربنا مستر أيمن من تعريف الصحة النفسية، هي الخلو من الاضطرابات النفسية والعقلية. ولكن عايزين نثقف أبنائنا الطلاب ومن يستمع إلينا الآن، ليس معنى أن أخلو من الأمراض أو من الاضطرابات النفسية والعقلية أكون صحيح نفسيا يا أرجوكم أو أكون شخص سوي. الإنسان العادي يا مستر أيمن ممكن أن يتعرض لخبرات في حياته مؤلمة، يعني وفاة إنسان عزيز على القلب، بيحدث عندي اضطراب نفسي، ده شيء طبيعي. ولكن عندما يزول الموقف وأعود إلى حياتي الطبيعية بسلوك طبيعي، هي دي الشخصية الطبيعية. بالظبط كده، هي دي الشخصية الطبيعية. فبالفعل الشخصية الطبيعية التي تخلو من الاضطرابات النفسية والاضطرابات العقلية. مستر أيمن، هناك أيضا قول جميل جدا في الشخصية الطبيعية، هو الشخص الذي يتسم بالاتزان العقلي والثبات الانفعالي. ماذا نقول لأبنائنا الطلاب؟ تفضل حضرتك. طبعا خلي بالنا هنا بنقول إن أحيانا ممكن الإنسان تتصادف بعض الأحيان، بعض حضرتك قلت الظروف اللي ممكن تؤدي إلى أحيانا إن تفكيره يبقى خطأ. يقول لي أصبح مش طبيعي. لا، هقول له إيه؟ أنا بتكلم هنا عن شخصية، والشخصية عبارة عن مجموعة سمات أو خصائص. عايز أعرف إيه الثابت نسبيا عند هذا الشخص؟ الثابت ده بيحدد شخصيته. فانا هفترض مثلا انسان مثلا عالم، العالم ده بسميه انسان مبدع، شخصيه هناخدها ان شاء الله مبدعه. ماشي، الشخصيه المبدعه لها سمات معينه. هل الشخص المبدع ده مفيش اي وقت من اوقات حياته خالص في عمره بيحصلش بعض الاضطرابات العقليه عنده؟ اكيد النفسي. بتحدث. لكن الغالب على سلوكه ايه؟ او الغالب على خصائصه ايه؟ الغالب على سماته او خصائصه انه مبدع. هكذا الانسان العادي، رزانة العقل مش على طول حياتي ان انا بتصرف بشكل عاقل، لا، ممكن اتصرف احيانا ببعض التصرفات انا ما ارضاش عنها، ابص مع نفسي كده اقول انا ازاي اتصرفت كده؟ ازاي كنت اعصب بالطريقه دي؟ ممكن اي حد يشوفني يقول عليا ده انا مختل عقليا، ازاي؟ يبقى بالفعل حضرتك الانسان او الشخصيه الطبيعيه او العاديه هي التي تخلو من الاضطرابات النفسيه والعقليه، ولكن
وجهة النظر الخلو النسبي، يعني احيانا يتعرض الانسان منا لمواقف بالزبط. يحدث فيها اضطرابات نفسيه، ولكنها مواقف المفروض تكون مؤقته وتزول بزوال الموقف. واديكم انا ايه مثال، احد العلماء عندما اصيب ببعض الامراض ومات متاثرا بها، هل عندما اصيب بهذه الامراض او هذا المرض هل كانت نفسيته سويه؟ لا طبعا لا، ولكن لا يمكن احدا ان ينكر فضله في هذا الايه في هذا المجتمع. يبقى اذا بالفعل الانسان الطبيعي هو لا يخلو من الاضطرابات النفسيه والعقليه، ولكن علينا ان نتثقف في هذه النقطه ليس دائما. وبالتالي قيل ان الشخصيه الطبيعيه هو الانسان السوي الذي يتسم باتزان في العقل، رزانه في العقل، وثبات انفعالي، ويشعر بانه سعيد، ويشعر بانه سعيد، ويحقق اهدافه، ويستغل امكانياته وقدراته في تحقيق هذه الاهداف، ويستغل كل وقته استغلال جيد. هذا هو الانسان السوي، هذا هو الانسان العادي او الانسان الطبيعي. طبعا مستر ايمن، ايضا هناك نماذج اخرى من الشخصيه وهي الشخصيه الانطوائيه. علينا ان نتساءل معا، هل هناك شخص انطوائي فعلا؟ وهل هناك شخص انبساطي دائما؟ يعني هل في شخص انطوائي دائما وانبساطي دائما؟ ام الشخصية الانطوائية قد تقع بين الاثنين معا؟ ولكن هنا او اليوم سوف نركز على الشخص الانطوائي عشان برضو الطلبة يفهموا، يعني ما فيش عندنا شخص انطوائي بدرجة كبيرة او انبساطي بدرجة كبيرة، ولكن الانطوائية تقع في المنتصف. طب ماذا يحدث لو كان عندنا شخص انطوائي بدرجة 100%؟ ده أصبح مريض نفسيا وليس شخصيا انطوائية فقط، فأصبح في مرض زي مرض الاكتئاب والعزلة والانطواء، هو ده أصبح مرضي وليس شخصية إيه من ضمن نماذج الشخصية. علينا أن نتساءل معا، هل بالفعل الشخص الانطوائي له بعض السمات التي يتصف بها دون غيره؟ طبعا هي جزء انت حضرتك يعني تفضلت وقلتها بشكل كويس جدا، ان الانسان او البشر عامه او الشخصيات عامه فيش انسان منطوي تماما او منبسط تماما، يعني بين هذا وبين ذلك. هدول الاساس بنسميه ليه منطوي؟ لانه بيميل اكتر للانطوائي. نفس الكلام برضه هناك شخص اجتماعي، لكن هل ما يجيش لحظات من حياته بيبقى عايز يخلو بنفسه؟ هل في الحاله دي اسميه انطوائي؟ قال لك برضه لا، ده هو بيميل اكتر للاجتماعيه فسميه شخص اجتماعي. فعندنا لما نقول ان الشخص الانطوائي هو شخص منعزل عن المجتمع، يقول لي يا استاذ يعني خلي كلامك كده معلش منطق، يعني الشخص المنطوي ده ملوش اي علاقه حتى باخواته وامه وابوه؟ اقول له لا طبعا في علاقه، بس هل علاقاته هي الاجتماعيه هل ترتقي ان يكون اجتماعي؟ لا، ده هو معظم حياته حتى في بيته اللي هو متربي فيه هو برضه منعزل عن افراد المجتمع، فنسميه شخص ايه؟ انطوائي. لكن اكيد له بعض العلاقات الاجتماعيه وان كانت ضئيله. فلما نقول ان الشخص الانطوائي هو منعزل عن افراد المجتمع او عن التواصل الاجتماعي مع افراد المجتمع، المقصود هنا ايه؟ ان غالبيه وقته هو هكذا، هو انسان منعزل. ايضا الوحده والتامل كثيرا، قاعد عايش في احلام اليقظه ان هو بطل يعني. ممكن، او ان هو مثلا مضطهد ممكن، المهم ان هو قاعد بيحلم وهو عايش وهو صاحي باحلام كثيره جدا بافكار كثيره جدا، يبقى هنا اصبح بيعيش مع نفسه فتره كبيره، وممكن في اي وقت في اي لحظه بيتنرفز بشكل يقترب يكون غير طبيعي. يبقى اذا عندما نتحدث عن الانطواء هنا عزيز الطالب، نتحدث عن الشخص الذي يتسم بعده صفات، الا وهي واحد العزله او الانعزال وتحاشي وسائل التواصل الاجتماعي، ملوش اي علاقات اجتماعيه يعني قليله او بسيطه او ضئيله، بيميل الى التامل وينفرد في تامله، وزي احنا بنقول كده مستر ايمن بيغلب عليه احلام اليقظه، بيبقى قاعد مع نفسه بيفكر. ايضا هذا الشخص الانطوائي لا تعنيه النواحي الماديه، لا يهتم بالنواحي الماديه، فبالتالي لا تعنيه هذه النواحي. بمعنى ايه؟ يعني ليس همه او طموحه في الحياه ان يحقق ماده معينه او فلوس معينه، لا لا، لانه اساسا بعيدا عن الاخرين، فلماذا يهتم بالنواحي الماديه؟ واحد ما بيقعدش مع ناس مستويات اعلى او صفات تانية معينة، فبالتالي بيميل إلى إذا ما بنقول بيميل إلى بيبتعد عن النواحي المادية. هذا الشخص حساس،
سريع الانفعال زي ما حضرتك قلت. الدليل على كده ايه؟ هو بيبقى مع نفسه بيتأمل منفرد منعزل، بيبتعد عن النواحي المادية مش في دماغه، ولكن حساس. بمعنى ايه؟ عندما يخطأ فيه احد يكون سريع الانفعال. والسرعة جات له من هنا لانه اساسا ايه؟ بيعيش مع نفسه، فاهمني؟ يعني ما يهموش الاصدقاء، وقلنا بيتحاشى وسائل التواصل الاجتماعي، بيبتعد عنها. يبقى اذا انت لما تيجي تغلط فيه او تتكلمه، ده انت مريض، ده انت انطوائي ما بيسكتش، فبيكون سريع الايه؟ الانفعال. اتفضل حضرتك. يبقى اصبح عندنا اساس، بس هنا بنتكلم عن الشخصيه الانطوائيه. طبعا حضرتك تفضلت وشرحتها بشكل كبير جدا. يبقى هو حساس المزاج بالفعل وسريع الانفعال بالفعل. ننتقل الى بقى انواع شخصيه اخرى، هي الشخصيه الهستيريه. بنسمع كتير يقول لك الانسان ده هستيري. ايه معنى الانسان هستيري؟ بنسمعها. ليه بعض الصفات او بعض السمات. اولا حب الذات، عنده حب الذات ده واضح وباين قوي قوي قوي، احيانا بتطلع الى الانانيه. حب الذات ده موجود. جميل. والاهتمام بها، يبقى مهتم بنفسه بشكل كبير، قد يكون بمظهره بفلوسه بعيلته باي حاجه بفريق بيشجعه، هو عنده الشيء ده، عنده حب الذات والاهتمام بها. ايضا حب الظهور ومحاوله جذب انتباه الاخرين اليه باي شكل من الاشكال، وان كان احيانا بشكل سلبي. يعني ممكن يعفي على اي افعال شائنه عشان بس يلفت انتباه الاخرين. بنسميها عندنا شخصيه هستيريه. يبقى هناك بعض السمات ليها، حب الذات والاهتمام بها، وحب الظهور ومحاوله جذب الانتباه للاخرين. التواكل على الاخرين، عنده التواكل وليس التوكل، بمعنى عنده السلبيه واللامبالاه، يعتمد دايما على الاخرين سواء والده او حتى كمان الزملاء عنده، سواء ان شاء الله في الدراسه او بعد ذلك في العمل. طيب برضو هذا الشخص اللي احنا بنقول عنده سلبيه، عايزين نميز بين ابنائنا الطلاب بين حب الذات والافتخار بالذات. خلي بالنا قوي قوي قوي، حب الذات زي ما قال مستر ايمن بيغلب عليها الانانيه، اما الافتخار بالذات وتحقيق الذات هذا مطلب شرعي لاي انسان مننا. من حقك عندما تتفوق وتطلع من اوائل الثانويه العامه، من حقك ان تكون مفتخر بنفسك، معجب بنفسك. اما الانسان اللي عنده بعض او خصائص الهستيريا ده، انسان بيبقى عنده حب الذات زي ما قلت حضرتك اللي هي الانانيه، ويبقى ايضا هذا الانسان لديه حب الظهور وجذب انتباه الاخرين اليه. يعني ايه؟ تلاقيه كده لبسه غريب، هو عامل كده ليه؟ طب هو عامل شعره كده ليه؟ وايه اللبس اللي هو هدفه ايه؟ جذب انتباه الاخرين اليه، وتحس حتى انه مش سوي، يعني عنده هستيريا، يعني حتى لبسه الوانه او صفاته غريبه، طريقه عمايل شعره اغرب. يبقى هو ده هدفه ايه؟ بيبقى هدفه جذب. ده باين عليه احيانا كده، يقولوا في المجتمع ده باين عليه مجنون. طيب يبقى في الحاله دي لانه شكله شاذ، طب ايه الهدف؟ جذب انتباه الاخرين. ايضا القابليه، مستر ايمن لايه؟ القابلية للتواكل على الآخرين. وأيضا وخلي بال حضرتك دي مهمة جدا زي ما بتقول حضرتك، إن أيضا هذا الإنسان ما عندوش تحمل مسؤولية، ما عندوش تحمل مسؤولية. أيضا لديه القابلية للمبالغة في الكذب، تلاقيه يحب يكذب كتير. في التمثيل تلاقيه بدور إيه؟ ممثل، وكلامه مش عارف ايه. فطبعا للاسف الشديد، فمن حق الناس فعلا كل انسان يطلق عليه كما ايه؟ كما يريد. ماذا نقول ايضا لابنائنا الطلاب حول هذه الشخصيه؟ بس بنقول برضو من ضمن الحاجات فيها ان هو بيتاثر بالاخرين بشكل كبير جدا. خلي بالنا، مش معنى التاثر بالاخرين ان انا عشان ما اكونش بقى هستيري او شخصيه هستيريه ان انا ارفض اي راي اخر. طبعا ده مرفوض تماما، مش ده المقصود. ايه المقصود؟ ايه؟ عشان ما اكونش هستيري، هل اي كلام اسمعه ما اسمعلوش؟ هل اي كلام من اكبر مني او حتى لو في سني لا اتمثله وافكر فيه؟ مش ده المطلوب. ايه المطلوب؟ ان المفترض الانسان العادي ان يسمع للاخرين ويبدا يناقشهم او حتى يناقش افكارهم مع ذاته. اما ان انا اتقبل اي راي دون تفكير، اصبحت هنا عندي قابليه للايحاء والتاثر بالاخرين. ايضا من ضمن سماته انه عنده انفعالاته زي الطفول بالظبط، زي الطفوليه، انفعالاته سطحيه. ولذلك كده على الانفعالات بتاعته، انفعالاته طفوليه تتسم بالسطحيه.
يعني تلاقيه كبير وزي العيل الصغير، عشان كده من حق الناس تتكلم عنه، يقول لك هو ده راجل شاب بيعمل ايه، شاب بيقول ايه، شاب بينفعل على حاجه هايفه. يبقى اذن بالفعل انفعالاته سريعه وطفوليه وتتسم بالسطحيه. يبقى اذن عزيز الطالب لابد ان نعي جيدا بمن هو الشخص الانطوائي، بمن هو الشخص الهستيري، بمن ايضا الشخص الطبيعي. ولكن علينا ان نتساءل معا، الشخصيه السيكوباتيه، ودي شخصيه نخلي بالنا منها قوي، وعلى المجتمع ان يراعي هذه الشخصيه وان يكون على حذر من هذه الشخصيه، لان هذه الشخصيه السيكوباتيه ضد المجتمع، ضد المجتمع، واللي احنا بنعاني منه من البعض الان. فلابد ايضا الدوله تاخد بالها ان هذه الشخصيه بتظهر في مراحل اولى. يعني ممكن الاقي طالب في الاعداديه بيميل للعنف، بيميل للتخريب، بيميل للتدمير، اعرف انه يطلع شخصيه سيكوباتيه وشخصيه ضد المجتمع، ممكن الحقه بسرعه. ممكن اكتشفه في المدرسه لما يولع في ديسك، اعرفه انه ضد المجتمع، الحقه وعالج هذا السلوك ايه سريعا. فالشخصيه دي اساسا توصف بانها ضد المجتمع. ماذا نقول لابنائنا الطلاب حول هذه الشخصيه السيكوباتيه؟ اتفضل. طبعا بس انت اثرت الجزئيه مهمه جدا، واهم كلمه فيه ضد مجتمعيه او ضد المجتمع، يعني هو غير اجتماعي. مش معنى غير اجتماعي انطوائي، لا، ده هو بيتفاعل مع الاخرين، ولكن عنده الناحيه العدوانيه، الناحيه الانفعاليه، الناحيه الانفعاليه بتاعته جامده جدا. ليه؟ لانه فعلا ضد المجتمع. طب هل الشخصيه دي يعني مثلا لما تظهر عنده مبكرا مظاهر الاندفاع نحو الشيء السيء او نحو التخريب، هل هنا بقى هقطع رقبته؟ ملوش كده، ده انا عندي علم النفس وعلم الاجتماع موجود عشان ايه؟ عشان يعالج تلك الامراض النفسيه. وانا مهمه علم النفس ايه؟ اكتشاف بعض السلوكات السلبيه عشان اعالجها، وبعض الايجابي عشان انميه. يبقى عندي فيه هنا شخصيه سيكوباتيه في جزء منها ضد المجتمع، المفترض ان ابدا ايه؟ نقدر اعالجه. وبالتالي مصداقا لكلام حضرتك من صفاته قال لك ظهور الشخصية السيكوباتية في سن مبكر، في سن مبكر، فبيبقى في حالة إزاء للمجتمع، يؤذي المجتمع، وفي نفس الوقت مندفع ويتحرك بدون إرادته. يبقى نخلي بالنا قوي من هذه الشخصية. أيضا هناك بعض الصفات التي يتصف بهذا الشخص، فماذا نقول لأبنائنا الطلاب؟ تفضل حضرتك. طبعا عندنا هنا السيطرة الإرادية عنده موجود خارجه خالص. يعني إيه السيطرة الإرادية؟ المفترض الإنسان يكون عنده إرادة في أي شيء. لا، السيكوباتي ده، الشخصية السيكوباتية، ما عندوش أي سيطرة على إرادته، يعني السيطرة خارج عن إرادته بشكل كبير، بيفعل بعض الأفعال يقول لك أنا مش عارف عملت كده ليه. طب ما ده جزء من شخصيتي، يعني لازم الإنسان هنا يعني يحاول نسميه الاندفاع. بالظبط، الاندفاع حول بعض السلوكات الخطأ او السيطره اللا اراديه على السلوك بتاع الانسان. يبقى اصبح عندي هنا النضج كمان الانفعالي مش موجود، عدم النضج الانفعالي. بمعنى ايه؟ ممكن تلاقي مثلا بعض الاحيان في حاجه مفرحه تلاقي الضحك بتاعه بشكل كبير قوي او بشكل مبالغ فيه. ونفس العكس برضه، لو في حزن برضه مبالغ فيه. ليه؟ الشخصيه دي مجتمعيه، يعني لم يتاثر بشكل كبير بالمجتمع. وطبعا هنا بقى دور الاباء والمربين والمدرسين، وبرضو عندنا بنقول دور التربيه والتعليم كبير جدا. عندنا الاخصائي النفسي الاجتماعي في المدارس عليه دور في اكتشاف تلك الشخصيات قبل ما تبدا تتفاقم فيها تلك السمات وتدمر في المجتمع، وتدمر المجتمع. ايضا هذا الشخص من خصائصه الاستجابه سواء بالشده او اللين، نخلي بالنا منها قوي. يعني هذا الشخص لو عرف ان في موقف اتجاهه فيمتنع عن التخريب والتدمير وإزاء المجتمع بأي صورة من صور الإزاء. طيب وممكن أيضا يا مستر أيمن نسايسه. يبقى في طريقتين، الشخصية السيكوباتية نقول اللي هي ضد المجتمع لها طريقتين للمواجهة، الاستجابة إما بالشدة أو باللين. يعني في واحد منهم اقعد معاه، انت زي ابني يا حبيبي، ليه كده يا حبيبي، ليه بتخرب يا حبيبي، ليه بتدمر يا حبيبي، ما احنا اللي بندفع ثمنها. افضل اقنع فيه ويقتنع ويعالج هذا السلوك. وفي شخص اخر لابد من العقاب، لابد من الايه، من العقاب. يعني انا النهارده على سبيل المثال لما اروح اتفرج على مباراه والعالم كله بيشوفها وخرب، انا ما بسيئش الى نفسي فقط،
بسيء الى مجتمعي، بسيء الى النادي اللي انا بنتمي اليه، بس بسير الى مصرنا الحبيبه جميعا. ده لابد من العقاب. شوف بقى، نقول بقى تاني عشان الدوله تستفاد من هذا الموضوع، اما المقابله بالشده. مفيش حاجه، ده شباب، ده في سن مراهقه زي بعضه، سامحوهم. ما احنا نقول حاجتين، اما اللين او الشده، فلابد ان نتعامل مع هؤلاء بهذه الاسلوب. ايضا مستر ايمن بيقول هذا الشخص لديه النقص في الحكم على ايه؟ على الاشياء، ويميل الى الانحراف السلبي. خلي بالنا، لديه نقص في الحكم على الامور وعلى الاشياء، يعني هو للاسف الشديد لما يجي يدمر او يخرب ما بيحسبهاش كويس. لديه نقص في الحكم على الامور وعلى الاشياء وعلى الاتجاهات، مش عارف. احنا قلنا اندفاعي، ما بيعرفش هو بيعمل ايه بدون ارادته، ولكن لابد ايضا من مواجهته. ايضا بنقول يميل الى الانحراف السلبي، يبقى هذه الشخصية تعتبر شخصية خطيرة للمجتمع. الانحراف السلبي صور متعددة، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يتعاطى مخدرات، ممكن يتاجر في المخدرات، انحراف بكل الوانه، ممكن يخرب، ممكن يصير فوضى، ممكن يدمر. فياريت فعلا زي ما قلت حضرتك، الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي في المدارس اديناهم معلومه مهمه جدا جدا، في اولادنا، في البعض منهم شخصيه سيكوبوتيه ضد المجتمع. ارجو اكتشافه مبكرا، ان الموضوع ده بيظهر مبكرا، ولابد من علاج هذا السلوك الخاطئ، لانه لما يكبر يا مستر ايمن تاثيره كبير طبعا على المجتمع، ما اقدرش اسيطر عليه كمان. بالظبط. تمام. مستر ايمن، ايضا هناك الشخصيه الدونيه، والدونيه يقال نقص ولكن لا شعوري، لان ممكن تجيني صح او ايه او خطأ. جت قبل كده الدونيه يعد نقص شعوري لدى الفرد، عباره خطا طبعا، العباره ايه خاطئه. ماذا نقول لابنائنا الطلاب عن الشخصيه الدونيه؟ على فكره هي جايه من اسمها دونيه، يعني ينظر لنفسه انه اقل من الاخرين. بالظبط. اتفضل حضرتك. طبعا كلمه دونيه طبعا جايه من هنا، كلمه اقل من الاخرين او دون الاخرين، الدونيه جت من هنا. وطبعا بنقول مركب نفسي لا شعوري، بيرجع لايه؟ ان هناك بعض الاشياء او بعض العوائق حصلت للانسان ده خلته دون الاخرين، فشعر بهذا النقص. يبقى ممكن يكون العامل ده قد يكون عامل نفسي او مجتمعي او اداله بعض السلبيات او بعض الخصائص اللي بدا بعد ذلك يصبح من الشخصيه الدونيه. بيعاني من عجز دائم في تلبيه احتياجاته لاي سبب من الاسباب. انا دلوقتي بتكلم عن سماته، مش بقول ايه الاسباب اللي ادت الى تلك الاشياء او تلك السمات. من سماته انه يعاني من عجز دائم في تلبيه احتياجاته، مش قادر يلبي احتياجاته. قد يكون عدم التلبيه دي لبعض احيانا لامور اقتصاديه، مثلا فقير، قد يكون احيانا لامور جسميه، ربنا عافينا جميعا، عنده بعض الامراض الجسميه مش قادر يعمل زي زمايله يلعب مثلا زيهم، يحصل شخصيه دونيه. دي ممكن تكون موجوده، يبقى هنا عجز عن بعض الاشياء، مش قادر يلبي احتياجاته. ايضا بيتخذ مرتبه ادنى عند التعامل مع الغير، شايف نفسه اقل من اللي قدامه، فدايما بيحاول حتى لو قال رايه يقول له طب وانت رايك ايه؟ طب بعد ما قال رايه يقول له اصل انا كان رايي كده. يبقى اصبح الشخصيه دي بالفعل هناك فيها بعض السلبيات. طبعا اذكار الطلبه، في كتير من الناس يقول لي يا استاذ انا السمات اللي قدامي سواء على الشاشه او حتى في الكتاب بتاع المدرسه، يعني هو المقرر علينا، في بعض السمات والله انا مني فيها وفي بعضها مش موجود. هقول له ما احنا قلنا قبل كده مفيش حاجه اسمها الشخصيه دي، السمات دي موجوده عند كل الناس، بيبقى فيها تمتاز بعض الاشياء او تتمثل فيها بعض الصفات، مش لازم يكون فيها كل الصفات دي. ممكن بعض الاشخاص يقول لي ده انا فيها سمات من السيكوباتيه وسمات من الشخصيه العاديه. ما احنا قلنا الانسان مفيش انسان عادي خالص، مفيش انسان سيكوباتي على طول، مفيش انسان يستيري على طول، لازم يتمسك بيه كل الصفات دي. ولكن ايه الصفات الاكتر عنده؟ لو لقيت والله الاكتر عندي الدونيه يبقى اصبح اسميه شخصيه دونيه. تمام. الاكتر عندي عاديه الشخصيه نسميه شخصيه عاديه. ولكن علينا ان ننصح ابنائنا الطلاب بأن الشخصية الدونية لا دخل للشخص فيها، يعني بيعتبر بريء منها، فلابد أن يعامل معاملة بذكاء، لأنه بنقول الدونية عبارة عن إيه؟ يعد نقص مركب، نقص لا شعوري يرجع إلى العوامل النفسية. يبقى إذن هذا الإنسان بيعيش في ظروف نفسية معينة،
فيجب أن تتضافر جهود الجميع أن تتعامل معه بحنية وبرفقة. بمعنى إيه؟ أحيانا تلاقي طالب بيصف هذا الشخصية، لأن بنقول أنت حضرتك قلت من سماته إيه؟ من سماته طبعا بنقول بيشعر بالدونية، أي بأنه أقل في التعامل عندما يتعامل مع الآخرين، يشعر بأنه أقل إيه؟ أقل منهم. تلاقي بقى في بعض الطلاب يقولوا عليه ده هبل، ده عبيط، يا عم سيبك منه، يعملوا له ايه؟ يعملوا له مشكله كبيره جدا، مرض نفسي، ويجيبوا له احباط، ويجيبوا له انطواء. لا 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 لا، معلش، الشخصيه الدونيه هي من طبيعته ان ده يعد مركب نفسي لا شعوري يرجع الى عوامل نفسيه، يعني لا دخل للفرد ايه فيها، يعني نقول كده غصب عنه. طيب هذا الشخص زي ما قلت لحضرتك عاجز عن تلبيه احتياجاته، مش قادر يستقل بذاته، مش قادر يشارك في الأنشطة الاجتماعية، أيضا بيشعر بالخضوع والخنوع والاستسلام، يعني بتلاقيه كده في موقف معين حاضر، يلا نلعب يلا نلعب، يلا نمشي يلا نمشي، يلا ما نروحش الدرس، يعني تلاقيه كده إيه، شخصية كده الشباب بيحركوه بريموت إيه، ريموت كنترول. طب يبقى هو أيضا جواه إنه بيشعر إنه أقل منهم، عندما يتعامل مع الآخرين يشعر بالدونية في التعامل، يعني أقل ممن حوله، دي طبيعته، هو بيشعر بكده. أيضا زي ما قلت حضرتك الاستسلام، يعني تبص كده تلقى كده حضرتك كل حاجة حاضر ونعم. طب المفروض احنا نعامله معاملة حسنة، والمفروض ايضا نعدل من سلوكه ونشوف ايه الدوافع او الاسباب النفسية وراء هذا الخضوع وهذا الايه الاستسلام للاخرين. واخطر حاجة انه بيفقد الثقة في نفسه، ايضا بيفقد الشخص الدوني بيفقد الثقة في نفسه، وغير قادر على الاستقلالية، ما بيقدرش يستقل بذاته، وبالتالي بيلجأ الى الاخرين ولكنه بيشعر بانه اقل ايه منهم. اتفضل حضرتك. كده هتقول الشخصيه الدونيه كده حضرتك خلصتها كلها تماما. نخش على شخصيه ثانيه، الشخصيه المبدعه. الشخصيه المبدعه عندنا هنا طبعا من اسمها كده مبدع، يعني عنده الابداع. الابداع هنا بقى ايه؟ بنقول من اهم خصائص الشخصيه المبدعه انه يتسم بالمنهج العلمي. لازم نفرق اذا كان الطلبه ما بين نوعين من انواع التفكير، في تفكير علمي وتفكير غير علمي. ايه التفكير العلمي؟ ان المفترض الانسان عشان يصل لنتائج يكون معاه مقدمات، ده حتى منطقيا كده. طيب الشخص بقى المبدع عنده جزئيه دي، لازم يكون عنده مقدمات بتوصله الى النتائج. وخلي بالنا الشخصيه المبدعه ليست خاصه بالعلماء بس، ده اي انسان في مجاله قد يكون مبدع، لاعب مبدع، طالب مبدع، مدرس مبدع، اي انسان عنده الابداع. ليه؟ هو شخصيته كده مبدعه. يعني ايه شخصيه مبدعه؟ يعني عنده التفكير بتاعه علمي وليس تفكير خرافي، لا يرجع اي شيء بيحصل له او يحصل للمجتمع الى السحر والشعوذه، ده احنا محسودين، ده احنا معمول لنا عمل، الكلام ده كله كلام خطا، وان كان الكلام ده مذكور عندنا ولكن مش كل حاجه نرجعها الا ان انا محسود او اولاد محسود او لا. المفترض ان انا انسان مبدع، افكر في اي مشكله اسبابها الحقيقيه ايه؟ عرفت الاسباب الحقيقيه؟ هقدر اعالج المشكله دي بشكل علمي، اما شكل الخرافي ان احط خمسه وخميسه عشان الولد ينجح وانا انجح في العمل بتاعي، مش هينفع طبعا، ده مش تفكير، ده مش ابداع، ده راح لايه؟ لشيء سهل يعمله. لكن هنا بنقول الشخص المبدع هو شخص يتسم بالتفكير العلمي في التفكير ويبتعد عن التفكير الخرافي. معانا تليفون. الو الو. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ باسم؟ اخبارك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. واخبار الماده معاك ايه؟ بخير الحمد لله تمام. وعايز تقول حاجه عن البرنامج ولا عايز عندك اسئله؟ لا هو بصراحه انا احب اشكر حضراتكم، طبعا احنا بنعتمد على حضراتكم. شكرا. الحمد لله. والبرنامج شرح جميل جدا وممتاز والله. الحمد وان شاء الله. الله دلوقتي هندعم الشرح بالاسئله حاليا. خلاص انا بس عندي كده سؤالين بس. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. في سؤال بيقول لي حدد الموقف العلمي لنظريه التعلم والاستثمار. تاني؟ حدد الموقف؟ لا. حدد الموقف التعليمي. تعليمي؟ لأي نظرية بقى؟ ده أكتب إيه طيب فيه؟ لأي أي نظرية؟ أي نظرية في التعلم؟ لا يعني أي نظرية هو اختارها وقال لي حدد الموقف التعليمي. كويس أوي. تمام، طب السؤال التاني؟ السؤال التاني بيقول لي هل حققت نظرية التعلم بالاستاذ الكلاسيكي الاستفادة المرغوبة؟ نظرية التعلم الكلاسيكي، ماشي. الإيه؟ الكلاسيكي. الاستفاده المرغوبه، النتائج المرغوبه مثلا. ماشي ماشي يا حبيبي. خلاص ماشي. بص يا حبيبي. معاك. طيب ممكن لو عايز تسمعنا ماشي من الشاشه، ماشي عايز تسمعنا
على وبر. لا معاك معاك ماشي ماشي يا حبيبي، انا عامل عليك انت بس ماشي يا حبيبي. بص مستر ايمن هو بيسال عن الموقف التعليمي من اي نظريه من نظريات التعلم. طب هل بالفعل ممكن يجي له سؤال يحدد الموقف التعليمي من هذه النظريه؟ اتفضل. اه بص يا احمد، عندنا طبعا هنا بنقول الموقف التعليمي من اي نظريه هتجي لك، طبعا مش هقول لك كل النظريات، اقول لك اي نظريه. هنا هتكتب على طول النتائج التربويه ليها، النتائج التربويه لاي نظريه. قال لي مثلا هل حدد الموقف التعليمي من نظريه مثلا التعلم شرط كلاسيكي، هتكتب هنا ايه؟ النتائج التطبيقيه بتاعتها او النتائج التربويه اللي هتلاقيها في نهايه كل نظريه. وضحت كده يا احمد معانا؟ تمام معاك. تمام. السؤال الثاني بتاعك هو برضو نفس السؤال، بس هو ايه؟ انا بقى حدد ايه؟ حدد نظريه منها اللي هي حقيقه. طيب. نظريه التعلم شرط كلاسيكي الهدف او الاستفاده منها، هتكتب هنا برضو النتائج التربويه بتاعتها، هي نفس السؤال. بص يا احمد، انا السؤال بيقول هل حققت نظريه التعلم الشرط الكلاسيكي النتائج المرغوبه منها؟ اي نظريه لو جالك السؤال، اولا ما جالكش السؤال بهل، لكن لاي نظريه لو جالك السؤال بالصيغه دي، نعم تحققت النتائج المرغوبه او النتائج المرغوب فيها. وتقول بقى في الحاجه عندك في الكتاب اخر كل نظريه الايه؟ التطبيقات التربويه. تمام. التطبيقات الايه؟ التربوية. ناخد مثال لنظرية التعلم الشرط الكلاسيكي، مش احنا اساسا استعملناها لتعديل السلوك، تعديل السلوك غير مرغوب فيه الى سلوك مرغوب فيه؟ تمام. تمام. طيب مش ممكن اعدل من سلوك غير مرغوب فيه زي الطفل اللي بيخاف من الظلام او بيخاف من الضلمة يعني، او بيخاف من الحيوانات، مش او بيخاف من طبيب ذهب اليه اداله ابرة، مش ممكن في موقف تاني اعدل هذا السلوك؟ ممكن. ايوه تمام. يبقى اذا يمكن الاستفاده منها ام لا؟ يمكن الاستفاده منها. طب هل حققت بالفعل نتائجها ام لا؟ لا حققت نتائجها طبعا. بالفعل لا. طب ما خدتش في المدرسه الابتدائيه او في كي جي 1 مش عارف ان في كل كلمه قصادها صوره زي البطه قصادها رسمه للبطه، عارف ليه؟ ده اسمه الارتباط الشرطي. الطفل يربط ما بين الصوره وبين نطق الايه؟ نطق الكلمه. يبقى استفدنا منها تربويا ولا ما استفدناش منها؟ يبقى كده استفدنا كمان. طب بص يا حبيبي، السؤال بقى يجيني ازاي؟ دي اللي انا عايز اوصله لحضرتك، ده مهم جدا. اولا التطبيقات التربويه اسمها مستر ايمن في مستويات الاسئله في الامتحان يا حبيبي اسمها ايه؟ دلل، اللي هو الجانب التطبيقي. يقول لي مثلا ايه؟ يمكن الاستفاده من نظريه الشرط الكلاسيكي بايه؟ دلل بالامثله. تمام. تمام معاك. يمكن او نظريه التعلم بالمحاوله والخطا حققت عده نتائج تربويه، دلل بالامثله. دلل بالامثله. يمكن الاستفاده من التعلم بالفهم والابصار، دلل بالامثله. شفنا السؤال يجي ازاي؟ تمام. واكتب بقى التطبيقات التربويه بتاع كل نظريه. بالظبط. تمام كده. يبقى طالما في تطبيقات تربويه وطالما في ادله وطالما في امثله يا حبيبي، ده يجيني في الثانويه العامه اسمها اسئله تطبيقيه اللي هي دلل بالامثله او بين بالامثله. تمام. خلاص ماشي. شكرا جزيلا. في اي اسئله الاول تاني؟ شكرا يا مستر. شكرا يا حبيبي على الاتصال. اشكر حضراتكم تاني مره تانية. ربنا يوفقك يا حبيبي. توفيق باذن الله. ربنا يوفقك. وعليكم السلام ورحمه الله. مستر أيمن، عندما نتحدث عن الشخصية الإبداعية فالمجتمع المصري الحمد لله كثير بهؤلاء، زي ما قلنا في شخصية سيكوبوتية ضد المجتمع ولكن هناك شخصية إبداعية مع المجتمع. تحدثت لحضرتك وقلت إن من صفات الشخص المبدع الاعتماد على التفكير العلمي بدلا من التفكير الخرافي. يبقى من، زي ما قلت أمثلة كده، من يغلب عليه في تفكيره الخرافي يبقى بعيدا عن اي شخصيه الايه؟ الابداعيه، لان الشخص الابداعي بيغلب عليه التفكير العلمي. ايضا من صفاته انه يلفت انتباهه ما لا يلتفت اليه الاخرين. انت عارف دي زي ايه بالظبط؟ يعني دي ايضا الشخص المبدع، ان هناك اشياء تلفت انتباهه رغم ان مر عليها مين؟ الاخرين كتير جدا ما لفتتش انتباههم. عارف زي ايه؟ زي نيوتن عندما اكتشف قوانين الجاذبية. كتير جدا مشي من تحت الشجرة وقعد تحت الشجرة وشاف التفاحة بتسكت عادي، خدها وكلها ومشي. وفي بقى اللي يطلع على الشجرة يهزها عشان ياخد الايه؟ ياخد التفاح. نيوتن لا، تساءل لما تسقط التفاحة من الشجرة على الأرض؟
توصل الى قوانين الجاذبيه الارضيه. يبقى اذا عشان كده اقدر اقول عليه شخصيه ايه؟ ابداعيه. بالزبط. كتير جدا نزل يتشطف في الحوض او اللي هو البانيو حاليا حديثا، البانيو لقى الميه بتاع له ايه؟ بتاع له لفوق، ما فكرش ولا خد الدواء عادي خالص عادي، ولكن أرشميدس عندما اكتشف قانون الطفو فاكتشف من هذه الملاحظة فلفتت نظره قبل دون الايه الأخرين. لفت نظر الآخرين. فأيضا الشخص المبدع لابد أن يكون ايه مميز، لأنه بيلتفت إلى أشياء قد لا يلتفت لها الآخرين. تفضل حضرتك. برضه بس من هنا من برضه السمات بتسم بيها الشخص المبدع، بيفكر في حاجات لسه ما حدش فكر فيها. نجد بعض الناس المسؤولة ممكن تقول لك ايه، والله احنا عندنا دلوقتي مثلا في زيادة سكانية بمعدل كل سنة كذا، يبقى بعد مثلا 10 سنين هيكون نسبة السكان عندنا بنسبة كام مليون. طب هل دلوقتي الطرق تكفي للعدد اللي هيبقى بعد 10 سنين؟ لا، يبقى لازم نعمل ايه؟ نعمل كيت وكيت وكيت. هنا ده اسمه شخص مبدع. ليه؟ فكر في بعض المشاكل اللي لسه في المستقبل هتحدث. فدول طبعا المستقبل بيد ربنا، ماشي بكل حاجه، ولكن انا هنا مش هستني المشكله تحدث بعد ذلك ابدا احلها. لا، المبدع لا ينتظر المشكله تحدث، ولكن هو الاول بيبدا يفكر في بعض القضايا، ساعات نسميها مشاكل، بعض القضايا قبل ما يفكر فيها الانسان العادي، او بعض الناس قاعدين ما تفكرش فيها اساسا. يعني ده الشخص المبدع. حضرتك عايز تقول هو ما بيفكرش فيها فقط، ده يفكر في مشاكل ده بيحل كمان قبل حدوث، ويقدم الحلول المميزة الإبداعية له. يعني بمعنى إيه؟ ممكن واحد يجي يقول أنتوا عندكم مشكلة سكانية، طب ما في الصين عدد سكان كبير، لكن ليه ما عندهاش مشكلة سكانية؟ لا، ما عندهاش يعني مشكلة في زيادة المشاكل اللي نجم عنها. يفكر لنا إزاي نستغل العدد السكان أن يكون منتج. فبالتالي ده شخص بشخص ايه؟ مبدعي. يبقى مش هنزعل بقى من الزيادة السكانية ونبدأ نفكر في حلول لها وهو يقدم لنا هذه الايه الحلول. فبالفعل الشخص المبدع هو الذي يبحث عن المشكلات ويقدم لها الحلول في المستقبل. يعني ما نستناش لما المشكلة نقع فيها ونقول نفكر نحلها ازاي. لا، المبدع غير كده خالص، هو الذي يتنبأ بمشكلات في مجالات معينة ويقدم الحلول لها. أيضا مستر أيمن، هذا الشخص المبدع في طريقته لحل المشكلات والقضايا يتسم بالحداثة وإعطاء حلول متنوعة ومتعددة للمشكلات. فأيضا هل بالفعل دي من سمات الشخصية المبدعة؟ تفضل حضرتك. نجد أحيانا بعض الطلبة المدرس بتاعي يقول عليها كده، يقول لك الولد ده مبدع. ليه؟ ده مثلا في رياضة المسألة حلها مش بطريقة واحدة، بطريقة واثنين وثلاثة واربعة، يقول لك ما شاء الله ده الواد ده مبدع. ليه؟ هو ادالهم طريقة واحدة في الحصة المدرسية. تمام، دي طريقة حل المسألة والنظرية الفلانية، هو لا، جاب حلول تانية من نظريات أخرى، ما ده المبدع. ما عندوش حل واحد لأي مشكلة، ده عنده حلول متعددة وكمان إيه؟ متنوعة. يعني النظرية مثلا الفلانية مع العلانية، كل ده بيتسم بيه الشخص المبدع. واحد يقول أستاذ طالب مبدع، طبعا ما احنا قلنا في لاعب عمل لعبه الماتش اللي فات، يقول لك ايه ده اللاعب ده ابدع في اللعبه دي، احرز هدف بشكل ايجابي جدا، ما حدش عمل اللعبه دي قبل كده، اسميه برضو مبدع. وهكذا العلماء، اي انسان بيجيب فكره جديده او فكره لم تاتي من قبل اسميه انسان مبدع، ذكاؤه اعلى من الاشخاص الاخرين. بالفعل عزيز الطالب، الشخصيه المبدعه نتمنى ان تكون واحدا منهم، وكما نرى في كتاب المدرسة أن هناك شخصيات عديدة في المجتمع المصري من لهم الوضع العالمي، أمثلهم الله يرحمه الدكتور زويل وأستاذ وطبيب الجرح على مستوى العالم دكتور مجدي يعقوب، أمثلة كتيرة جدا مبدعين في على مستوى العالم. تساءل لماذا لا تكون أنت منهم، وإن شاء الله ربنا يوفقك لو بالفعل اتسمت بالشخصية المبدعة. في نهاية الحلقة أشكر أبناء الطلاب، كل من اتصل وكل من شاهد معنا الحلقة، كما توجه بالشكر الأخ الزميل الأستاذ أيمن صبر أستاذ المادة بوزارة التربية والتعليم. شكرا لحضرتك وعزائنا الطلبة، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله. شكرا. وكان معكم باسم هولة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.